شي الاصلاح ديال القطاع ديال التعليم، يعني بدا منذ يعني مجيء ديال هذه الحكومه، وبناء على يعني المخرجات ديال النموذج التنموي، وبقى الحوار لمده سنتين مع النقابات، واللي كان في سريه تامه، اللي حتى واحد ما عرف المخرجات ديالو. كنا كنتمنوا باش يكون يعني نظام اساسي اللي هو عليه اجماع، لكن من بعد يعني الخروج بهذا المرسوم وصدوره في الجريده الرسميه والموافقه ديال المجلس الحكومي عليه، وكان احتجاجات اللي هي كبيره من طرف رجال ونساء ديال التعليم بكافه الفئات ديالهم، واللي داروا وقفات، اللي داروا اضرابات، اللي اليوم تقريبا شهرين يعني والتلامذه ما قراوش. حنا الوضعيه كنقراوها يعني من هذا الجانب، التلاميذ ما كيقراوش، اساتذه ما راضينش على النظام الاساسي، الحكومه يعني مده ديال شنو هي عاجزه على القاء باش تلقى الحل مع هاد الناس. كنا اقترحنا وساطه ديال البرلمان الا ما كانتش يعني الحكومه ما باغيش تجلس مع هاد الناس وما باغيش تحاول، يعني ما كانش واحد الاجماع بطبيعه الحال مع رؤساء الفرق، خصوصا من بعض فرق ديال الاغلبيه. اليوم السيد رئيس الحكومه جلس مع النقابات، قرينا في الصحافه مازال ما شفناش بلاغ بان اليوم تم تجميد ديال هذا النظام الاساسي وتجميد كذلك يعني الاقتطاع. هاد الضجه كلها وهاد الشهرين ديال التلامذه اللي مابقاش من حول المسؤوليه، هذا يعني فشل يعني ديال الحكومه في تدبير هاد الملف منذ البدايه. وحنا فريق التقدم المشترك منذ البدايه قلنا لهم اليوم هذا النظام الاساسي معليش اجماع، والسيد وزير التربيه الوطني كيقول لك فعلا هناك امور يجب مراجعتها من الناحيه الاداريه والقانونيه، مرسوم يجب ان يسحب، لان هذا ماشي قانون اللي غنبدلوا ماده ولا جوج، مرسوم الا غيرنا فيه غير حرف الواو سيتم تعويضه بمرسوم. ولماذا هاد يعني هاد الوقت كله ما كيمدوا فيه والتلاميذ ضايعين؟ هذا كنسجلوا يعني التخبط والارتباك ديال الحكومه في تدبير هذا الملف. نتمنى اليوم ان الحكومه تكون جاده وفي اقرب وقت باش تلقى صيغه توافق لهذا النظام الاساسي، لان اصلاح التعليم هو من بين الاوراش الكبرى، يعني كذلك بالنسبه للدوله الاجتماعيه اليوم اللي جلاله الملك رسم لها يعني الخطة ديالها والأهداف ديالها والنموذج التنموي كذلك اللي اليوم أجمعوا عليه جميع الأحزاب، يعني الإصلاح ديال التعليم بما فيهم رجال التعليم ونساء التعليم، كل شيء يعني باغي يتم الإصلاح، ولكن الإصلاح ليس بالحوارات واللقاءات والإصلاح، يعني واحد الإجراءات اللي هي عملية من أجل التجاوب مع المطالب اللي هي مشروع. اليوم كيحضر معنا السيد رئيس الحكومة في الجلسة في إطار الجلسة الشهرية، كيف كاين في النظام الداخلي. كنا نتمنى انه يكون منسجم مع الاوضاع اللي كاينه اليوم في البلاد، اللي هي الاحتجاجات ديال رجال ونساء التعليم، خاصه وانه خارج من اللجنه اللي يلا انعقدت اليوم. ولكن احنا اللي وصلنا من قبل هو ان الجلسه غادي يكون موضوع ديالها هو الحمايه الاجتماعيه، هو موضوع مهم ايضا، ولكن فات الرئيس الحكومه انه جا به لهذه الجلسه، وحنا كنقول ليه على الله غير يكون شيء جديد وان يبدا التنزيل ديال هذا، لان هناك تاخر كبير في تنزيل هذه الاوراش اللي اعطى الانطلاقه ديالها سيدنا الله ينصره. انا غادي نرجع للتعليم، الناس ديال التعليم، باقي الاساتذه خارج الاقسام، باقي التلاميذ خارج الاقسام، باقي الاسر تعاني، باقي تلاميذ وتلميذات من جراء بقائهم خارج الاقسام اصيبوا بافات كثيره اللي هي اخلاقيه وافات اخرى من جوانب اخرى، وهناك تاخر كبير في ملامسه هذا الموضوع من قبل الحكومه. وغير بين ذاك النهار فاش قال رئيس الحكومه احنا غادي نلقاو الحلول، واليوم راه داز وقت طويل، لان هذا الموضوع لا يحتمل الانتظار، هذا الموضوع عنده واحد الانيه واحد الراهنيه خاص الحكومه كلها تعتكف عليه باش تلقى الحلول. اليوم دارت اللجنه، كاين واحد مجموعه الاجراءات، ولكن الظاهر ان النساء ورجال التعليم حسب ما وصلنا وحسب ما رصدنا انهم ما تيقينش، باغيين شي حاجه اللي هي مؤجره بالتواريخ ديالها، وباغيين شي حاجه اللي يثقوا فيها اللي تكون في يديهم، لان هما نزلوا للساحه ديال الاحتجاج وعرفوا بانهم غادي تخطط عليهم، وعرفوا بان راه هناك واحد التاخر ديال الترقيات ديالهم ومسائل اخرى، ولكن هما الحوا على انهم يناضلوا من اجل هذه المره، لان رجال ونساء التعليم عندهم واحد النفس طويل، ولكن النهار كيخرجوا راه كيخص الانصات لهم، وايضا ان المطالب ديالهم معقوله، وان النظام الاساسي فيه ثغرات كثيره، وهما خصهم قالوا راه ليس القران المنزل، وبالتالي كان خصهم من الاول باش نحتويو هذا الشيء يسحبوه ثم يعاودوا يجلسوا. وهما رجال ونساء التعليم تيقولوا بان النقابات هما بغاو التنسيقيات هما اللي يهضروا عليهم، دابا النقابات مزيان لان باش يكونوا هما المحاور ديال، ولكن خاص النقابات ان تنقل هذا الشيء اللي كاين في التنسيقيات باش يقدروا يكونوا مسائل هي مضبوطه ومؤجراه باش يرجعوا لوليدات الاقسام ديالهم الاساتذه ديال العمل ديالهم. وشكرا. بارك الله عليك. بخصوص الاقتطاعات، واش مع التأكيد ان الاقتطاعات الاساسيه في هذه الفترات ديال الضرب اختفوا من الاجره الشهريه، كاين اللي كيقول ان خص الحكومة تشوف شي طريقة ترجع للاقتطاع، لأنهم إضراب
حق مشروع؟ بالنسبه للاقتطاعات، الاقتطاعات انا شفت شخصيا الاوراق ديال الاقتطاعات كتوصل الاساتذه، كتوصلهم وكيتسجلوا فيها العدد الايام اللي غادي تقتطعوا. يعني بحال لا الناس في واحد الوضعيه وفي واحد الاحتجاج، وانت كتعاود تشعل لهم، كتزيدهم، تمسهم في القدره الشرائيه ديالهم، كتمسهم في داك الاجر ديالهم اللي هما اصلا كطبقه متوسطه. هذه الحكومه بدات كتفقرهم من غلاء الاسعار، من ارتفاع المحروقات، من هذا الشيء اللي كاين ديال الجفاف، وان لم ينظر الى حد الساعه الى هذه الفئه اللي هي في الفئه المتوسطه، واللي حسب قانون الماليه اللي تصدق عليه قبل ايام يظهر بان سيكون واحد الانزال على هذه الطبقه من خلال الارتفاع ديال الاسعار ديال واحد المجموعه من الاسائل والضرائب، وايضا الجمارك، واحد المجموعه الوسائل اللي كتمسو في حياتهم اليوميه، بحال الالات الالكترونيه، بحال واحد المجموعه المواد الغذائيه، بحال ايضا الضرائب اللي غادي تكون على سميتو الجمعيات السكنيه. وهذا لذلك كنقولوا هذا الاقتطاع الى انتبهت هذه اللجنه لهذا الموضوع، واظن بان راه كاين في بين الاعتبار ديالها هو انها ستتراجع عن الاقتطاع، غادي يكون واحد النقطه حسنه بلا شك. كما كتعرفوا على انه الساحه المغربيه يعني ومنذ يعني ما يزيد على 60 يوم كتعرف واحد الاحتقان متنامي بسبب يعني الاستياء اللي خلفوا اصدار نظام اساسي لا يستجيب للعديد من المطالب اللي رفعها الشغيله التعليميه بمختلف الفئات ديالها. اليوم كان واحد اللقاء يعني كما وصلنا على انه كان لقاء مع رئيس الحكومه، وكان من قبل منه دارت لقاءات مع وزير التربيه ومع وزير التشغيل ومع رئيس الحكومه نفسه، وبالتالي اليوم كاين هناك يعني ما يفيد بانه تم الاتفاق على تجميد النظام الاساسي ومراجعه مجموعه من المواد. أنا أظن على أنه اليوم إحنا المفروض أنه الحكومة تلتقط النبض ديال الشارع المغربي. التعليم راه ماشي فقط يعني قطاع حيوي ولا قطاع اللي يقتضي، هو اعتبر قضية يعني ذات أولوية من بعد القضية الوطنية، ولكن مع الأسف أننا تلقوا على أن السياسات التعليمية اللي تعتمدت في القطاع ماشي فقط هذه الحكومة حتى اللي قبل منها أنها لا تترجم يعني هذا الشعار، هذا بدليل أنه خرج نظام أساسي معيب، نظام أساسي لا يستجيب للتطلعات ولا المطالب ديال الشغيلة التعليمية. المفروض اليوم أنها تلتقط الإشارة هي أنه ينبغي مراجعة كل المواد التي فيها يعني مجموعة من الاختلالات وفيها تراجعات، سواء فيما يتعلق بالتعاقد، لأن اعتبرنا على أن التعاقد ينبغي إلغاء شي حاجة سميتها التوظيف بالعقدة، لأن القطاع لا يحتمل هشاشة بالتوظيف بالعقدة، وبالتالي وكاين أيضا نظام تعويضات، نظام وكاين ما يتعلق المادة المتعلقة بالعقوبات، راه كتعرفوا على أن النظام الأساسي خرج كله يعني فيه مع شي ثلاثة صفحات كلها كتكلم على عقوبات، إلى جانب مجموعة من المهام أيضا اللي انتقلات من جوج المهام لستة ديال المهام، بمعنى ما كناش عارفين شنو بغاو. السؤال المطروح اليوم هو ماذا تريد الدولة المغربية من المدرسة العمومية؟ الوقت اللي يكونوا باغيين مدرسة عمومية يعني اللي فيها تكافؤ الفرص وفيها تعليم جيد وفيها إنصاف ديال الشغيلة وفيها التلميذ هو المحور، غادي نعرفوا نجاوبوا على هذه الأسئلة. شكرا جزيلا. اسم السيدة فاطمة التامني، نائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.